انا كما استشار الاخ، انا هي الام ديال هذاك الولد اللي كما قلت لكم تعتقل ظلما، تحكم بعشرة سنوات على في قضيه اللي ما اقترفهاش كما شهر الاخ وسبق وخرجت في التصريح ديالي. 10 سنين ديالاش الله اعلم. جوج الناس وقفوا على الناس كيجريسيو فيهم، ما حاضرش، ما سايقش الموتور، ما واقفش على هذوك الناس. الناس الضحايا تيبرؤوا، ما يبرؤوش، هي الحقيقه، كيقولوا بان راه ماشي هو اللي كان فاش تعرضوا هذوك الناس للكريساج. كل شيء يعني، والتسجيل اللي تلاح، يعني ديك التسجيل اللي تلاح في مواقع التواصل الاجتماعي ما كاينش فيه ولدي بتاتا. وانا في التصريح اللي سبق شرط قلت لهم بان هذاك التسجيل تدار لي الخبره. احنا كنطالبوا ابتدائيا استئنافيا في النقد، كنطالبوا بهذاك التسجيل تدار لي الخبره وانا نخلص هذيك الخبره. وشرط بان ولدي في اليد اليمنيه ديالو، كنعاود نقولها حتى دابا، اليد اليمنيه ما عندوش صبع بتاتا، عنده اربعه صبع، الصبع الوسطاني ما عندوش، وكنعاود نقولها حتى دابا. يعني الموتور، يعني بنادم باش كيسوق الموتور تيسوقوا بيديه، يعني شي حاجه اللي هي باينه. احنا ابار كما كنقولوا احنا العينين، الحجبان، الهيئه، وهذا داكشي راه باينه في ما بعيده، ان الولد اللي كان سايق الموتور دوبينيه قويه، وهادشي اشاروا لي حتى الضحايا في المحاضر ديالهم، ولا حتى في الاشهادات اللي كيشهدوا بان الناس هذاك اللي كان سايق الموتور دوبينيه قويه في اواخر العشرينات كذا. حتى في التسجيل راه واضح، وحتى في مني انا كنخرج تنقول بان راه ولدي ماشي سايق الموتور، وهو فاش تعتقل كيقول لهم راه ماشي انا، راه فلان، وكيعطي السمية والكنية ديال المتهم اللي كان سايق الموتور. فعلا اللي كان سايق الموتور تماما، كاين تسجيل اللي كيوثق العملية ديال السرقة اللي تعرض عليها داك السيد، الله يولي برحمة الله. مرة أخرى أنا كنعاود نقول الله يرحمه ويوسع عليه، كاين تسجيل وتدار الخبرة. هذا هو الضحايا اللي كيتعتبروا ما حضروش. وكنعاود دابا تنعاود كنطالب انا، واليوم راه جيت انا اتصل بيا كما سبق وقلت الابن ديالي في نهار 24 في شهر 2 كيتصل بيا من السجن المركزي بمول البرقي، قال لي بان راه النقد راه بصمت على النقد، راه ترفض داك الشيء. باش انا اليوم جيت انتقلت من شيشاوه وجيت لمحكمة السلم، كنت بغيت ناخذ زعما شي نسخه ديال القرار، لقيت مازال ما وصلهم. اي واخا كنت عنده البارح، زرته في السجن المدني في مول البرقي. الحمد لله شويه اما اللي بغينا نقولوا كيتعايش مع الوضع وصافي. والدار جات انا ما بغيتش نقول ليه راه باقا كنطالب بهذا المطلب هذا وداك الشيء، باش ما يبقاش معلق ثاني الامل ديالو وكذا، بغيتو يركز في القرايه ديالو لحقاش دافع الباك ان شاء الله بينا باش يكمل القرايه ديالو الى يسر الله. ومن هذا المنبر انا كنشكر هذوك الناس ديال المندوبيه العامه لاداره السجون على المجهودات الجباره اللي كيديروا هذوك الناس من الاداره الكبيره ديالهم، للسجن المركب السجني بالودايه، للمركز السجن المركزي بأسفي في شخصها المدير ديالو اللي كنشكرو بزاف. خارج عند الناس كيشوف الناس والزوار، لدرجه والله الا سولتو انا قلت ليه، على سولتو على حساب القرايه وداك الشيء، قال لك حنا ما كاين حتى المراجع ولا شي حاجه اللي خاصه حنا نزودوه بهم. قال لك حنا اللي خصاتو شي حاجه، وقال لك وانا دابا اليوم والله الا قالها مسكين هكا، قال لك راه انا فرحان لان الناس الزوار واستانفت هكا، قال لك حتى الناس النزلاء تماما. والله الا فرحان، وهذوك الناس لا الموظفين ولا الموظفات قايمين بالواجب ما مخسرين حتى شي واحد من هذا المنبر. والمهم وغادي نعاود نرجع للموضوع ديالي، قلت لك انا اليوم جيت هنايا للمحكمه الاستئناف، بغيت ناخذ شي كوبي من ذاك من القرار ديال النقد. هنايا شفت الناس ديال الاختصاص داك الشيء، قال لك مازال ما توصلناش بالقرار ديال النقد. وصافي انا دركا كنعاود وكنناشد الناس ذوي الاختصاص اعاده المراجعه ديال الملف برمته، اذا كانوا احضار الضحايا يحضروا، يحضر هذاك المتهم اللي كان سايق الموتور يحضر ويتعرفوا عليه الناس، الخبره تدار لهذاك التسجيل،
انا هادو هما المطالب ديالي. الا كما قلت وكنعاود نقول الى هذاك هذاك التسجيل، انا ندير ليه الخبره، انا نخلص هذيك الخبره، المهم الحقيقه تبان. ماشي ولدي انا بيتعتقل 10 سنين من عمره، ظلمان تماما. في الاستئناف كانت تحكم ب 10 سنين، من بعد حيدوا لي عامين بقات 10 سنين، ديالاش هاد 10 سنين؟ ظلمان ظلمان. واحد اللي مرتكب واحد الجريمه مرتاح مع راسه، ما على بالوش، ولا خايف منه المتهم الرئيسي، ولا العلم عند الله، وولدي انا بيمشي لي 10 سنين شي حاجه اللي ما دايرهاش. انا والله انا في نفسيتي، انا في خاطري كنقول بز لهذا الولد اللي كيكابر وعقله زاقي، والحمد لله على كل حال.